الحكومة اللبنانية لأن تطلب أموالاً من المصرف المركزي فهي أسباب غير مبررة على الإطلاق، ويجب أن يتوقف هذا الاستنزاف نهائياً، مؤكدين على استقلالية مصرف لبنان التي منحه إياها قانون نقد التسليف. أرسلنا كتابنا الأول في 10 آب، أوضحنا بموجبه أن سياسة الدعم التي تصرف 800 مليون دولار شهرياً 800 مليون دولار شهرياً من احتياطات المصرف المركزي لا يمكن أن تكون سياسة صحيحة ولا يمكن أن تكون سياسة مستدامة. كنا في بدايات الأزمة وجميعاً كنا نستطيع أن نرى أن هذا النوع من الأزمات لا يمكن أن يحل بسحب أو تبديد احتياطات المصرف المركزي بالعملات الأجنبية، بل المحافظة عليها لأنها تشكل الدفاع الأساسي عن قيمة الليرة اللبنانية. هذا الأمر كان مؤلماً على الصعيدين الشخصي والوطني، ولهذا السبب لم نكتفي بكتاب بل استتبعناه بكتب إضافية إلى وزير المالية، كونه المرجع الذي يقتضي مخاطبة الحكومة بواسطته وفقاً للقانون. وكما تعلمون لا يمكن البوح بكل ما نعرفه في المصرف المركزي وفي المجلس المركزي بموجب المادة 151 من قانون نقد التسليف. إصراراً منا على مواقفنا أصدرنا قراراً عن المجلس المركزي بتاريخ 1/9/2021 يقضي صراحةً أنه لا يجوز المساس بالتوظيفات الإلزامية تحت أي مسمى كان وتحت أي ذريعة كانت، وألحقناه أيضاً بكتاب صادر عن نواب الحاكم الأربعة بتاريخ 15/2022 بعد أن اكتشفنا أن القناعة الموجودة لدى كل من السلطة السياسية ويقتنع بها، بتتذكروا في حديث عن اختلاف في النظرة للسياسة النقدية ما بين نواب الحاكم والحاكم، الاختلاف والأساس هو حول تمويل الدولة حول هذه النقطة. نتيجة لذلك أرسلنا كنواب حاكم أربعة كتاب إلى الحكومة بواسطة الحاكم ووزير المال، أكدنا أن أي دراسات تعطى إلينا تبرر المساس بالتوظيفات الإلزامية هي دراسات مرفوضة بالكامل، وأكدنا مرة أخرى رفضنا المساس بهذه التوظيفات. بكل حال كل هذه المراسلات موثقة في محاضر المجلس المركزي وقراراته، والكتب المبلغة للحكومة ولوزارة المال مباشرة أو عبر مفوض الحكومة لدى المصرف المركزي. ونتيجة لكل ما سبق حول سوء إدارة ملفات الدعم، بشباط 2021 طلبنا رفع السرية المصرفية عن كامل ملفات الدعم، وهذا كان قبل القانون 240 اللي تصدر بتموز 2021. طلبنا رفع الدعم عن كامل رفع السرية عن كامل ملفات الدعم، إجا القانون لألزم أنه يصير فيه تدقيق بملفات الدعم. لحد اليوم أرسلنا مراسلات للوزراء المعنيين لحتى نبدأ بالتدقيق بهذه الملفات، تعرفوا أن لحد اليوم ما بدأ هذا الموضوع. على كل حال القانون لا يزال موجودا، المهن القانونية لم تنقضي، وأتمنى أن نبدأ بهذا الملف بأسرع وقت ممكن. تمكننا وبعد الضغط الذي مارسناه من إقناع الحكومة، وهون صار في تغيير بالعلاقة مع الحكومة بطبيعة الحال، أنه يجب وقف سياسة الدعم. ونتيجة لذلك بدأت الأمور تنتظم، بدأ الاقتصاد يتعافى نسبيا، ولكن بقي احتياج الحكومة للدولار الأمريكي مستمرا، لأن الحل الوحيد لوقف اعتماد الدولة على المصرف المركزي يكمن بتحسين المالية العامة. المسألة ليست نقدية، المسألة ليست نقدية، والحل ليس في المصرف المركزي، المسألة هي في السياسة المالية للحكومة، ويقتضي أن يتم وبوضوح اتخاذ قرار لتفعيل عمل الإدارة العامة أي تحسين الجباية. والحكومة اللبنانية بدأت خطواتها في هذا الإطار، وقد لا يعرف الجميع أن إمكانيات الحكومة بتحصيل لغاية اليوم أصبحت بحدود 20 تريليون ليرة شهرياً، 20 تريليون ليرة. هذا يعني أنه إذا أكمل أصلاح المالية العامة وعاد الموظف الجديد إلى عمله، وإذا جرى تحسين نشاط الإدارة، كل هذا سيؤدي إلى الوصول إلى توازن مالي مقبول من خلال الإجراءات التي تكون بها الحكومة. إذن تحسين الجباية من قبل الدولة سيستمر، ويقتضي أن يستمر بعد إقرار موازنة 2023 يلي فيها أرقام حقيقة تقترب من الواقع الحقيقي لسعر الدولار الفعلي في السوق الموازي أو على منصة صيرفة. وهنا نصل إلى الأمر الأساس، ماذا سيحصل في العلاقة ما بين المصرف المركزي والحكومة من الآن وصاعدا؟ نحن أمام مفترق طرق،
فإما الاستمرار في نهج السياسات السابقة وقد عيشنا النتائج، بمعنى أنه لم يعد خياراً لأنه بكل حال من الأحوال، خلينا نعرف لو بدنا نستمر بالسياسات السابقة إمكانية المصرف المركزي بالنهاية محدودة، يعني المبالغ الموجودة لدى المصرف المركزي بالنهاية رح توصل ورح تنتهي إذا استمرينا بالسياسات السابقة للتمويل. بالمقابل هذا الأمر يعني أنه لابد من الانتقال إلى سياسة أخرى وهي وقف تمويل الدولة بالكامل. بالواقع خلال 3 سنوات الماضيين كنا واضحين تماماً في رفضنا الاستمرار في السياسات السابقة، وكنا نذكر على الدوام أننا سلطة تقريرية وليس سلطة تنفيذية. تذكروا أنتوا لما يطلع قرارات على المجلس المركزي، من ينفذ القرارات هو السلطة التنفيذية في المصرف أي حاكم المصرف المركزي. اليوم مطلوب بطبيعة الحال بموجب القانون أن يتولى السلطة التنفيذية في المصرف المركزي كحاكم يوم غد، وبالتالي من سيوقع على الصرف أو سيرفضه حيكون هالأمر مناط فيني. أنا بأكد لكم أمر، لن يتم توقيع على أي صرف لتمويل الحكومة إطلاقا خارج قناعاتي وخارج الإطار القانوني المناسب لذلك، وهذا الشيء اللي بدي أشرحه هلأ. بدي أكد على أمر أساسي، لأنه صرنا 4 سنين أو 3 سنين نشتغل مع الزملاء على هذا الموضوع. موضوع وقف تمويل الحكومة هو موقف مبدئي لنا نحن الأربعة، هي نحن موجودين هون وعم نأكد لكم هذا الموضوع. لم يكن هناك أي شك لدينا في ضرورة وقف هذا التمويل خلال الفترة الماضية. المراسلات والتلاعات موثقة وموجودة وأوضحنا هذا الأمر. المعضلة ليست هنا، المشكلة مش هون. المشكلة أنه وقف تمويل فوري للحكومة كمان لا يمكن أن يتم بشكل مفاجئ. ما هو تمويل مصرف لبنان اليوم للحكومة بعد وقف الدعم؟ تمويل مصرف لبنان للحكومة بعد وقف الدعم هو معاشات أو رواتب الموظفين اللي بيقبضوها على منصة صيرفة، هو الدواء، هو القوى الأمنية واحتياجاتها، هو مستلزمات الإدارة اللي تتمكن من الجيبية. وبالتالي يكمن السؤال، هل يجب التوقف المفاجئ والفوري والنهائي للتوقف فقط؟ ولا هل يجب التوقف والقول؟ فليكن الصرف ضمن إطار قانوني متكامل، تعاون قانوني متكامل ما بين الحكومة والبرلمان والمصرف المركزي ضمن خطة متكاملة تكفل في حال تم الإقراض أو الاقتراض مصرف لبنان أن تعاد هذه الأموال. في الواقع نحن ننظر إلى فترة انتقالية قصيرة تسمح بتمويل الدولة بموجب قانون صادر على المجلس النيابي وتحت رقابته، يكون من ضمن سلة متكاملة تسمح بالبدء بورشة إصلاح حقيقية من خلال نقاط 3. أولاً، إقرار القوانين الإصلاحية الآتية خلال مدة 6 أشهر القادمة: موازنة 2023 ومن بعدها تستتبع موازنة 2024 ضمن المهل الدستورية، قانون الكابيتال كنترول، قانون إعادة هيكلة المصارف، وقانون إعادة التوازن المالي. لا يمكن للبلد، أنا ياريت تركزوا معي على هذا الموضوع لأنه أخذ كتير جدل بالفترة الماضية، لا يمكن للبلد أن يستمر دون إقرار هذه القوانين كما أسلفنا. كانت واجبة الإقرار عند بداية الأزمة، ولا نملك ثمن الوقت، دفعنا كثيرا ثمنا لم نعد نملك هذا الثمن لإضاعته بعد الآن، فهي تشكل المخرج الوحيد من الأزمة، ودونها لن تضبط السياسة النقدية بالشكل السليم، لن تعالج أوضاع المصارف كما يجب، لن نصل إلى مسار التعافي والنمو الاقتصادي. لا يمكن إعطاء إجابة للمودع اللبناني حول مصير أمواله ومتى يستطيع استعادة وديعته إلا بإقرار هذه القوانين التي ينتظرها المودع منذ سنوات. ولمن يقول أن هذا المطلب صعب المنال وما لم يتحقق في 3.5 سنوات لن يتحقق في خلال 6 أشهر، أقول أنها فرصة البلد النهائية، وأدعو الجميع للتعالي عن أي خلافات سياسية من أي نوع كانت وتقديم مصلحة المواطن والمودع على أي اعتبار آخر، والالتزام بهذه القوانين خلال 6 أشهر. ونحن مستعدون لنكون إلى جانب النواب يوميا، حاكمية مصرف لبنان، المدراء، الموظفين، الجهاز الإداري سيكونون بتصرف المجلس النيابي لتزويدهم بأي معلومات وأي أرقام وفي أي وقت كان للانتهاء من درس هذه القوانين المذكورة وفي المهل التي ذكرناها. لا أعتقد أن مدة 6 أشهر هي مدة عجزية لبلد يمر بأسوأ أزمة مالية في تاريخه. نحن مدينون للمواطن والمودع في تأمين الاستقرار الاجتماعي له، وعلى الجميع أن يتحمل مسؤولياته الوطنية.
النقطة الثانية، يعني بعد إقرار هذه القوانين ماذا يجب أن نقوم به في حال كنا من نمول الدولة؟ إقرار قانون يجيز تمويل الحكومة في حال طلبها ذلك لفترة محددة وأخيرة. إن وقف تمويل الحكومة لم يعد خياراً كما ذكرت، وفي حال كان يقتضي التدرج في اتخاذ القرار فلا يمكن أن يتم هذا التدرج إلا بموجب نص تشريعي أي قانون في المجلس النيابي. وتشريع الصرف من التوظيفات الإلزامية لدى مصرف لبنان يجب أن يكون مشروطاً برد الأموال، وأن تتأمن إمكانية رد هذه الأموال، أن لا يكون الشرط نظرياً، أن يكون الشرط فعلياً وعملياً. إن التشريع المطلوب هو لمدة محددة وأخيرة، ويهدف إلى حماية الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع، وهم الذين لا يزالون يقبضون رواتبهم بالليرة اللبنانية. بشكل أوضح، سيسمح القانون بدفع رواتب القطاع العام على سعر ثابت بالدولار الأمريكي على منصة صيرفة خلال مدة القانون. القانون إن كان مبلغه أو مدته بتحددها الحكومة بحسب احتياجاتها. بيوافق مجلس النواب، نحن مستعدين نتعاون بهذا الموضوع ضمن استقلالية المصرف المركزي. إذن من يحدد المبلغ، من يحدد المدة هو الحكومة بطبيعة الحال. بشكل أوضح، سيسمح القانون بدفع رواتب القطاع العام على سعر ثابت بالدولار الأمريكي على منصة صيرفة خلال مدة القانون، مما يجنبهم أي تداعيات من أي نوع كانت في حال توحيد وتحرير سعر الصرف ولغاية إتمام الإصلاحات المطلوبة. 400,000 عائلة تصبح أمورها مؤمنة، مما يؤمن الاستقرار الاجتماعي والأمني على حد سواء، لأنه بتعرفوا الموظف هو موظف، هو قوة أمن، هو أيضا بسائر القوات المسلحة. نكون قد حققنا جزءا ولو بسيطا من متطلبات الموظف، مما يسمح له بالعودة إلى عمله، الأمر الذي يؤدي إلى تنشيط الإدارة، تحسين الجباية، وتاليا تحسين وضعية الموظف نفسه. عندما تتحسن الجباية فينا نزيد الرواتب من ضمن الجباية المحصل الحكومة. كما يسمح التشريع أيضاً بدفع فواتير الدواء للأمراض المستعصية ومستلزمات القوى الأمنية والإدارة، أي ما نتيجته تنشيط عمل الإدارة وتحسين وضعية الموظف والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاستقرار الأمني. وأخيراً أيضاً ومرة أخرى التأكيد على رد هذه الأموال ضمن آلية توضع في القانون، على أنه لا يمكن تحقيق هذا الأمر إلا من خلال توافق عام حكومي نيابي يترجم من خلال تطبيق الخطة المقترحة والتي ذكرناها أعلى. النقطة الثالثة والأخيرة، توحيد آلية أو تحديد آلية توحيد وتحرير سعر الصرف والعمل على استقرار سعر الصرف. إن تحرير سعر الصرف وتوحيده يعني أن سعر الدولار المقوم على الليرة اللبنانية يتم تحديده بحسب عمليات السوق، يعني دون تدخل من المصرف المركزي، يعني دون كلفة من المصرف المركزي، ويجب أن يتم ذلك أيضاً بالتدرج حفاظاً على الاستقرار. وهذا الإقرار يتخذ بالتوافق مع الحكومة، بس ليكون واضح، تحديد سعر الصرف، توحيد سعر الصرف، تحرير سعر الصرف، منصة صيرفة، كل هاي دولة هول بيتموا حسب المواد القانونية بقانون النقد والتسديف بالتوافق ما بين المصرف المركزي والحكومة اللبنانية. وبطبيعة الأمر هذا الموضوع سيتم مناقشته مع الحكومة اعتبارا من يوم غد. كما أن تطوير منصة صيرفة التي يتم دفع رواتب الموظفين عليها كما ذكرنا سيكون تدريجيا وفقا لقواعد الشفافية والحوكمة الرشيدة. إن تحرير سعر الصرف اليوم هو مؤاتن للأسباب التالية: إن الكتلة النقدية انخفضت من 80 تريليون ل 60 تريليون، يعني بحدود 25% تقريباً. هيدي لوحدة كافية لتثبيت سعر الصرف. إذا أضفنا إلى هذا الأمر أن الحكومة اللبنانية كما ذكرت منذ قليل عملت جباية بحدود 20 تريليون بالشهر عم تعمل، هذا ومنهم شي 11 ليرة فريش، يعني ليرة نقدي. هذا الأمر كمان بيعني في سحب كتلة نقدية إضافي. من الناحية النقدية البحتة، من الناحية البقضية بحتة، إذا زدنا على هذا الموضوع حركة السياحة والمصطفين من برا، ما في ولا أي سبب ليتحرك سعر الصرف بلبنان من الناحية النقدية. بالإضافة لذلك، في حال كان في مضاربين بدهم يحاولوا يلعبوا هذا الأمر، تم تواصل مع القوى الأمنية ومع القضاء مثل ما صار من فترة. القوى الأمنية والقضاء جاهزين للقضاء على أي محاولة للتلاعب بسعر الصرف، يعني يقتضي من حيث المبدأ والأرقام والنقد والعلم أن لا يكون هناك إشكال على هذا الأمر.
بكل حال، ما يعزز الاستقرار النقدي المذكور هو القانون المقترح الذي ستطلب الحكومة إقراره، والذي يعزز قدرات المصرف المركزي على التدخل في سوق القطع في حال محاولة أي من المضاربين كما ذكرت التلاعب وهم بالمرصاد بطبيعة الحال. أنا بالختام كنت تسمحوا لي بس وجه كلمتين. الكلمة الأولى للشعب اللبناني، حقيقة إلى اللبنانيين أو اللبنانيات واللبنانيين، أنا اسمحوا لي أعتذر منكم مرة تانية، مرة جديدة عم يجي مسؤول قدامكم، بكرة لازم يكون رأس السلطة النقدية بالبلد، عم يقول لكم ما طالب بإيدي أعملكم شيء لوحدي، بدي مجلس نواب، بدي حكومة، ما إلى هنالك. المودع ما بدي يسمع هيك، المواطن ما بدي يسمع هيك، الموظف ما بدي يسمع هيك. بس هيدي هي الحقيقة. لا يمكن للمصرف المركزي رسم سياسة اقتصادية والنقدية في آن ما، ومالية أيضا. نحن علينا بالسياسة النقدية. في حال تعاوننا كلنا سوا ما بين الحكومة والبرلمان، أكيد يمكن أن نرسم سياسة جديدة. أنا من نحن منا قادرين، ما عندنا القدرة نغير بشكل كامل الوضع الحالي مثل ما قالت، من دون إقرار خطة متكاملة. بس اللي منقدر نعمله للبنانيين أنه نتعهد لهم بعدة أمور. أولا، الشفافية الكاملة بعملنا. خلينا نبلش فينا كأشخاص على الصعيد الشخصي. نحن مرفوع السرية المصرفية بالكامل، ومصرين على رفع السرية المصرفية بالكامل، مش بس عن أملاكنا، مش بس عن حساباتنا الشخصية. وأي واحد عنده غبرة شك يروح على القضاء فورا، نتمنى عليه. نحن رافعين السرية المصرفية، ونطلب وطلبنا بالمجلس النيابي حتى عن محاضر المجلس المركزي اللي كانت عم تصير لمزيد من الشفافية في المؤسسة اللي نحن فيها. رح نحاول اعتبارا من الأسبوع القادم أعطاكم الأرقام بشكل شفاف باستمرار وشكل مستمر، ليكونوا على اطلاع كامل عن حركة المالية داخل وخارج المصرف المركزي اللي معلق فينا بطبيعة الحال. وفيما يتعلق بالتعاون، أنا بأكد لكم أن نحن مدين إيدينا لكل السلطات بالبلد لنحاول نعطيكم حل، وما نضلنا عند حد نقول أنه نحن ما عندنا الإمكانية ونطيب حدا تاني. رسالة تانية للسياسيين اللبنانيين. بالواقع أنا لابد أني أقول أنه لقيت بالاجتماعات الأخيرة اللي انعملت تعاون كامل من الحكومة اللبنانية، واليوم من حيث المبدأ بعد الظهر حيتم بحث مشروع القانون المتعلق بالتمويل اللي ذكرناه ضمن الشروط اللي ذكرناها. وهون أنا اسمحوا لي كمان توجه بالشكر للنائب جورج عدوان اللي دعملنا دعوة على المجلس النيابي أمام لجنة الإدارة والعدل. خلال هذه الجلسات كمان كان لنا مجال نشرح بشكل أوضح موقفنا في المجلس أو في المصرف المركزي من ناحية، وكان في إمكانية أكبر نتناقش مع النواب حول المطالب اللي عم نحكي عليها، ولقينا بطبيعة الحال تعاون كامل مع النواب، وبتمنى هذا التعاون أنه يستمر. أنا رسالتي بتقول أنه بعرف أنه آلية اتخاذ القرار السياسي في لبنان معقدة. أنا ما بدي لوم حدا، كل سياسي لبناني، كل كتلة نيابية تبحث الأفضل من وجهة نظرها للبنان وللبنانيين. للأسف وجهات النظر مثل ما بتعرفوا مش دايما بتكون متآلفة، أحيانا بتكون متعارضة، أحيانا بتؤدي لعدم تعيين حاكم مصرف مركزي لمصرف لبنان، عدم انتخاب رئيس الجمهورية، وعدم إقرار قوانين. اليوم أنا تمنياتي ورسالتي لكل السياسيين في لبنان، نحن عم نمد إيدنا لهم بمعنى، أتمنى أن نتوافق على إخراج كل ما يتعلق بالسياسة النقدية من التجاذبات السياسية اللي يجعبوا المرة تانية ما بدخل فيها وبحترمها. أتمنى أن يكون هناك توافق كامل على إخراج السياسة النقدية من أي تجاذب سياسي. صدقوني الفترة اللي عم نحكي عنها، القوانين اللي عم نحكي عنها، عنا الإمكانية الكاملة لإقرارها بالوقت المناسب، ونرجع نمصف اللبناني ونمصف المودع. وشكراً وبعتذر منكم. شكراً. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب، وتفعيل جرس التنبيهات.